الاجواء شباب، هاي الاجواء الليليه في مدريد يعني ماكو مكان. شباب اجواء الليل في مدريد باع الناس، شباب الناس كل مكان. طبعا اليوم اجواء تخبل في شوارع مدريد شباب. خلينا احنا عندنا جوله بالليل راح نشوف لكم شوارع مدريد. وهذا احمد، التقيت باحمد الكعبي في مدريد. طبعا شباب الناس يعني تشوفون هواي ناس اكو بهذا الشارع او بهذه الساحه، بصراحه كلش حلو المكان. واليوم تقريبا 30 درجه، تشوفون هذا تمثال ودي شنو حصان، شوف الاجواء تخبل. اي احمد شنو رايك بمدريد؟ مدريد والله تخبل، ما بده يطلع من هدي، كلش حلو نحله دول. شلون الاجواء؟ الاسعار متحمس للمباراة؟ اهو مدريد قالوا يفوزون 2 ان شاء الله منتصرين. يا شباب راح نكمل الجولة ونشوف لكم الاجواء. كل واحد مشغول بصور وفيديوهات ستوريات. وهسه راح نطب هاي الشارع بمحلات وبهواي ناس. راح نطب هذا الشارع وخلي نشوف لكم شنو موجود بهذا الشارع. شوف ناس يعني قاعدين بالبارات. راح نقبل الجولة. طبعا شباب المركز المدينة كلش كبير، يعني بكل زاوية بكل مكان كل شارع يجي، يعني شباب كل شارع كل مكان كل ساحة يجي ازدحام. تشوفون شوف ناس مرتاحة ومتونسة، يعني على ابسط شغلات يتونسون. طبعا احنا حاليا بقلب مدينة مدريد. لا كاسا دي بابيل، تعرفون هذا الفيلم مشهور جدا، والفيلم سووه في مدريد، موجود على نتفليكس. وصلنا الى المحل مال دريسات مال مدريد. عظيم. العشر مدريد يا الله ايش قدح هذا الفريق. والله حكيمي هذا. هو طبعا اكو شخصين قاعدين هناك بس كأنه عبالك تمثال. Lo que él haga lo hace. ¿Qué? Follow my friend. Okay. Easy, enjoy. هاي عرض موجود هذا الشارع. Follow. Chicas a seguirlo, vale Madrid. A lo que empiece la música. Apoyamos a la chica con las palmas. DJ. شوف هاي الكاتدرالية شباب، تشوفون الكاتدرال اللي قدامنا. وصلت الى ساحة احتفالات مدريد، يعني تتذكرون كل ما ريال مدريد تفوز يجون الباص مالتهم، وراموس من صعد فوق هناك فوق التمثال. هاي الساحة الأجواء تخبل هاي الليل.
تعرفون شباب هذا البنك موجود بأشهر فيلم اللي هي لا كاسا دي بابيل اللي انسرق منها الفلوس. فهم من سووا الفيلم كان بهذا المكان مو سووا مقاطع بهذا البنك. طبعا فيلم كلش حلو لا كاسا دي بابيل اللي موجود على نتفليكس تابعوه انصحكم تشوفون هذا الفيلم. هذا شباب الليلة الثانية على التوالي جيت اصور لكم اجواء الليلية يعني واحد ما يمل من هذه الاجواء. الجو كلش حلو والناس كلها طالعة جاي ندور على احمد الكعبي. وين هذا احمد؟ وهاي النافورة شباب وهاي ناس قاعدين هناك. شوفون شباب الاجواء عرض هناك هاي الساحة خلينا نشوف العرض مالتهم. شباب رحلة البحث عن كافيتيريا مال نرجيلة. تعرفون أنا وين ما أروح لو أخذ النرجيلة وياي لو أدخن بالكافيتيريا. هنشوف أكو واحدة هناك حسب جوجل. شباب إحنا جينا لشيشة بار صاحبها عراقي واللي يشتغل بها مصري. وهاي النرجيلة طبعا كل مرة أنا أطلب ريد بول. تعرف الريد بول ويا النرجيلة كلش طيب. وهذا أخوي يسلم عليكم التحية. النرجيلة زينة شباب والأجواء طبعا شباب مع الأسف ما شاف يكون مكان برا حتى نقعد برا فجينا دخلنا جوا. زبالة شباب بنص الليل ساعة 2 الصبح هسه. ساعة 2 الصبح هذا ابو زبالة راح يلم الزبالة. الناس بعد بالشوارع. شوف هسه هذا جاي ياخذ الزبالة. تعرفون هاي الشوارع اللي بيها ناس والبارات والكافيات وين الناس يطلعون. فالشوارع تصير وسخة. شوف. طبعا اخوان صدق انا ما اعرف وين اصور لان بكل شارع تلقى هيجي بنايات حلوه وشوارع نظيفه. واحنا هسه راح نوصل الى مكان اشهر فيلم في العالم لا كاسا دي بابيل. تعرفون معروف جدا على نتفليكس وبكل عالم. Don't worry, be happy. No se más. Okay, chicas, fácil, sencillo. Este vamos a un gran final, ¿vale? هاي ماكدونالدز موجود كل الدول العالم تعرفون. شباب أنا لاحظت إنه البنايات في مدريد كلش حلوة. ده شوف هذا. هاي مال اتصالات بس شوف البناية ايش قد حلو. شوف بصراحة فتشي كلش حلو. شوارع مدريد يعني حبيته كلش. وايد اجواء بالليل الناس وايد موجودة بالشارع بكل مكان يعني اكو عروض اكو ناس يتونسون. واتمنى هذا الفيديو تعجبكم.
Mira, ya no hacemos eso. Ahora bailamos. Ya, menos mal que empezamos a bailar.